قبل ما تروح تسكور او ترول او تعمل فركه للغرقانه او حتى تفرد خابور، لازم تبقى فاهم رحله الحشيش جوه جسمك وازاي بيوصل لدماغك وبتبقى طرمان وبتضحك على اتفه الاسباب. ازيكم عاملين ايه؟ برحب بيكم في حلقة جديدة من قناتي المتواضعة الجميلة. تعرف تعمل الحركة دي او دي؟ لو عرفت تعملها كمل الحلقة للاخر، ولو معرفتش اسمع الحلقة عشان تعرف تعملها. لو قلنا ان الحشيش عبارة عن نظارة 3D، فانت بتلبس النظارة دي وبتتفرج على احداث خيالية غير موجودة اصلا، بس انت بتشوفها بتحصل، وهو ده اللي بيعمله الحشيش في الدماغ. الحشيش ده بيحب يبوظ لك الساعة البيولوجية بتاعتك، فبتحس ان الوقت طويل والمسافات طويلة، وتحس كده انك شايف كل حاجة شبه الكرتون، وبرضو الالوان بتحس ان معمول عليها color correction، والاصوات كده بترن في ودانك، وتفكيرك بقى بتفكر في اتفه الاسباب، وتقعد تحلل ان ليه صاحبك ده بيبص في الساعة، مع ان عادي جدا ان اي شخص يبص في الساعة، ايه المشكلة؟ او تقعد تحلل وتفكر ليه صاحبك نقل الكوباية من هنا وجابها هنا، لكن وانت شارب بتتحول لعالم نفس تافه. يعني لو بتفكر في مشكلة معينة، مخك بينتج حلول مش متوقعة اصلا وملاش اي علاقة بالمشكلة دي. الحشيش ده من اكثر المواد تعقيدا، بيحتوي على 421 مادة كيميائية، ولما بتدخن الحشيش ده بينتج اكتر من 2000 مادة من المركبات دي وبتدخل الجسم. المواد الكيميائية دول اللي هما 421 مادة بينتموا ل 18 فصيلة من الفصائل الكيميائية. عندك 50 مادة من الهيدروكربونات الشمعية اللي بتساعد في تكوين الأطران اللي بيدخل الرئتين واللي برضو بتلاقيه في المنديل بعد ما بتكون شارب خابور، و 103 مادة سموم التربينات، ودي بتأثر جدا على الجهاز التنفسي. والسموم اللي في الحشيش غاز أول أكسيد الكربون وغاز النشاط وبخار الأسيتون والبنزين. هنيجي بقى لتأثير الحشيش وإيه اللي بيحصل أول ما بتشرب حشيش. أنت بتحس بنوع من النشوة كده ومعاه شوية ضحك على شوية هاها، وبيحصل ان في ضعف في التركيز واختلال في الذاكره، وبيكون عندك اختلال في ادراك الزمن. انت بتتصور ان الوقت بيمشي بطيء او مش بيمشي اصلا بسبب الاختلال في تقدير الزمن. الراجل اللي بيشرب حشيش وبيعمل علاقه مع مراته بيفتكر ان الحشيش مديله باور وان العلاقه اللي بتحصل دي بتكون لوقت طويل، بس الحقيقه انك بتكون حاسس بالوقت او الوقت مش بيمر اصلا، وانك كده بطل الابطال، لكن كل حاجه زي ما هي بالظبط. الفرق بس انك حاسس ان الوقت مش بيمشي، والحقيقه انك مش بطل الابطال ولا حاجه. المشكله بقى ان الحشيش بيؤدي لنقص في هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره، وبيصيب الخصيه بالضمور. في دراسه اتعملت على الناس اللي بتشرب حشيش وقوتهم الجنسيه، وجدوا ان 40% من الناس دي عندهم ضعف جنسي. لا ده كمان من 15 ل 20% من الناس دي عندهم عقم. فخلي بالك يا اللي بتتفرج احسن يجيلك عقم، وتقول يا ريتني سمعت كلام ابو نبيل في الحلقه. لو انت ماشي في شارع طويل طوله كيلو مثلا، بتحس ان الشارع مش عايز يخلص، انت مال تمشي 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 ومفيش فايده، الشارع مش عايز ينتهي. ده بسبب ان الحشيش بيعمل اختلال في ادراك المسافات زي اختلال ادراك الوقت كده. بيحصل لك برضو زياده في سطوع الالوان، يعني كل حاجه بتشوفها حلوه وانت شارب. يعني مثلا اوعى تروح تشتري قميص وانت شارب، هتشوف نفسك في المرايه وانت لابس القميص زرق، لكن بعد ما تفوق هتلاقي نفسك الزعامة عادل شكل ولابس كده قميص معفن والوان غريبه. بيحصل عندك مزاوله في الاصوات، واي صوت بيحصل حواليك بيلفت انتباهك، وتبقى عاوز تبص في كل الاماكن عشان تلاقي الصوت ده، وفي الاخر ما تلاقيش حاجه. ممكن الحته اللي انت جبتها دي بيكون عليها بالشام صراصير، هتنكد عليك القعده وتبقى بتجري ورا الصراصير اللي على الحيطان اللي هي مش صراصير اصلا ومش موجوده. لو شفت 4 كيلو بسبوسه هتبلعهم مش هتسمع عليهم، علشان الحشيش بيحب السكريات وبيحب الاكل عموما، يعني بتلاقي نفسك مفجوع. الماده الفعاله للحشيش اسمها تترا هيدرو كانابيرون، بتكون بنسبه 2% في الحشيش، ودي السبب في حدوث الافكتس او التاثيرات العقليه والنفسيه، تعمل تغيرات بيولوجيه في خلايا الجسم. الماده دي بتعشق الدهون، لما بتدخل الدم بتدور على الاماكن اللي فيها دهون بشكل كبير زي الخصيتين والمخ اللي تلته تقريبا من الدهون، وبتفضل كده لازقه في المخ وبتاثر عليه، ولما تاثر على المخ المخ بيأثر على كل اجزاء الجسم، وبعدين بتسيب المخ وتروح للكبد عن طريق الدم وبتتكسر لمركبات بسيطه وبتسيب الجسم عن طريق البول، بس طبعا بعد ما بتاثر على وظائف الجسم من تلف للرئتين للمخ للقلب لجهاز المناعه. والحشيش اكتر ماده بتفضل قاعده جوه الجسم مقارنه
بالمواد التانية المخدرة. علشان كده لما بتعمل تحليل بول بعد 3 او 4 اسابيع من التاريخ اللي انت بطلت فيه مخدرات هتلاقيها موجودة برضو في التحليل لو انت سواق وبطلت حشيش ورحت تحلل في الكمين بعد 4 اسابيع من التاريخ اللي انت بطلت فيه. طبعا لو حلفت للظابط على المصحف انك مبطل مش هيصدقك. ساعتها قدامك حل واحد بس وهو انك تفرجه على الحلقة دي. الحشيش ممكن يعمل لك امراض نفسية زي مرض الفصام، وطبعا العصبية والتشنج لما يغيب عنك الحشيش ويكون شائع في البلد والحكومة شد حيلها، انت بتحس بسعادة مؤقتة بسبب افراز هرمون الدوبامين، والدوبامين اللي اتكلمت عنه في حلقة رحلة الكحول في جسم الانسان. من الاخر الحشيش بيسبب لك سعادة، بس بتكون سعادة وهمية وبتنتهي لما دماغك تفصل، فبتكون محتاج تشرب تاني علشان تشغل الدماغ دي تاني، وكده كده بتنتهي وهيأثر عليك بالسلب وعلى قوتك الجنسية وعلى مخك وجهازك التنفسي وجهازك المناعي. فزي ما قلت لك دي سعادة وهمية. لو استفدت من الحلقة متنساش تتفرج على الحلقة دي والحلقة دي والحلقة دي وتعمل اشتراك هنا.